من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم أن نلقاه، أما بعد. في هذه الجزئية من هذه المحاضرة نلتقي أحبابي بمفتاحين مهمين من مفاتيح النحو، ألا وهما: المفتاح الأول إعراب المثنى. يرفع المثنى بالألف وينصب ويجر بالياء. يرفع بالألف، نحفظ ذلك تماما ولا ننسى ونطبق. مثال ذلك: الولدان ناجحان. بما نعرب الولدان؟ الولدان اسم في أول الجملة، فهو مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. ناجحان خبر المبتدأ مرفوع بالألف لأنه مثنى. لا يجوز أن نقول الولدين ناجحين، لأنه لا يوجد قبلها ناصب، وبالتالي يبقى الرفع على المبتدأ والخبر. هذه هي الجزئية الأولى من المفتاح: يرفع المثنى بالألف وينصب ويجر بالياء. النصب، أدخل ناصبا، مثلا: رأيت الولدين الناجحين. رأى فعل والتاء ضمير فاعل. رأيت الولدين، الولدين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى. الناجحين نعت أو صفة منصوب علامة نصبه الياء لأنه مثنى. هذا في حالة النصب. أما في حالة الجر فنقول: مررت بالطالبين المجتهدين. فمررت فعل وفاعل، بالطالبين الباء حرف جر، الطالبين اسم مجرور بالياء لأنه مثنى، المجتهدين نعت مجرور بالياء لأنه مثنى. أما المفتاح الذي يليه وهو يتعلق بجمع المذكر السالم، والقاعدة تشبه القاعدة السابقة، لكن احذر أن تخلط بين المفتاحين أو القاعدتين. تقول القاعدة: يرفع جمع المذكر السالم بالواو وينصب ويجر بالياء. إذن هناك تشابه بين المثنى وجمع المذكر السالم، التشابه في النصب والجر فكلاهما بالياء، أما الخلاف في الرفع ففي المثنى يرفع بالألف وفي جمع المذكر السالم يرفع بالواو. مثال ذلك: تقول المسلمون متأهبون. المسلمون مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. متأهبون للخير، متأهبون خبر المبتدأ مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم، للخير جار ومجرور. في حال النصب تقول رأيت المسلمين المتأهبين للخير. رأى فعل وفاعل، رأيت فعل وفاعل، المسلمين مفعول به منصوب بالياء لأنه جمع مذكر سالم، وللخير جار ومجرور. أما في حال الجر تقول مررت بالمسلمين المتأهبين للخير، فالباء حرف جر، المسلمين اسم مجرور بالياء لأنه جمع مذكر سالم، المتأهبين نعت مجرور بالياء لأنه جمع مذكر سالم. لو أخذنا خطأ يرتكبه الطلاب ونصحح هذا الخطأ، مثلا يقول بعض الطلاب: هناك طالبتين نشيطتين. أين الخطأ؟ الخطأ طالبتين نشيطتين، لا يوجد ناصب، فهناك ظرف ومضاف إليه شبه جملة. إذن طالبتان هي المبتدأ المؤخر، نقول هناك طالبتان نشيطتان، فطالبتان مبتدأ مؤخر مرفوع بالألف لأنه مثنى.
نشيطتان، خبر المبتدأ مرفوع بالألف لأنه مثنى. أما بالنسبة للجمع اللاعبين المجتهدين أحبهم، هذا خطأ. اللاعبين مبتدأ اسم في أول الجملة فهو مبتدأ مرفوع، نقول اللاعبون مبتدأ مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم. النشيطون نعت مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم. أحبهم فعل وفاعل ومفعول به، والجملة الفعلية خبر للمبتدأ. أكتفي بهذين المفتاحين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.